بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بيكون واضح. موعدكم من الاثنين للخميس على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. رفقة البروفيسور مامون مبارك تدريبي كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. بروفيسور مرحبا بك. بارك الله فيك يا سيف. مرحبا لله. مرحبا. ندير اليوم موضوعنا ربما كاين احنا كاملين يعني سواء المغاربة اللي الناس في المغرب ولا حتى اللي مقيمين بالخارج. علاش حنا المغاربة كيعجبنا بزاف المنتوج الأجنبي على المنتوج الوطني؟ يعني في أي شيء، يعني في أي حاجة، إلا مشينا مثلا غير تي شيرت أو لا أي حاجة إلى القيمة هكا نقولوا لا هذا راه شيء من هاد البلاد راه ماشي بحال هذا، وغنلقاو نفسو كاين هنا لا هذا راه حسن. فالمنتوجات ديال الأكل ديال التنظيف ديال بزاف د الحوايج ديما كنشجعو المنتوج الأجنبي، عندنا فيه ثقة على المنتوج الوطني اللي هو بحالو نفس الماركة. علاش؟ أولا السبب الواقعي هو جودة المنتوج في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول العربية، في اليابان، في كندا، عندهم واحد السياسة اللي كتتمحور حول المواطن، يعني المواطن موضوع في قلب السياسات ديالهم، في قلب الاهتمامات ديالهم، في قلب المخاوف ديالهم. فعندهم جمعيات كتمثل المستهلكين، هذيك الجمعيات كتصدر مجلات ديالها وكتصدر مواقع. يا ويلو المنتوج اللي مشات تنتقداتو موقع او مجلة اللي كتنوب المستهلك، يا ويلو. لدرجة انهم عندهم مختبرات، دوك الجمعيات مختبرات علمية ديالهم مستقلة على المختبرات اللي يمكن يقدر يشريها واحد الصانع ولا واحد صانع، لا لا لا، مختبرات مستقلة وتمشي وتحلوا المنتج. ف راح تتم جهة ديمقراطية مطلقة الإعلام، وعندهم سياسات وضع الإنسان وسط المحاور والاهتمامات والمخاوف ديال حلو الجانب اللي حدنا غير واحد الباب واحد آخر. ما بغيتش نوصل له هو الأول، بغيت ندوينا على الحقيقة ديال واحد المنتوج. ما كيعنيش أنه في بلاد الجودة اللي فيها ما لقيتهاش في منتوج آخر، ولكن خاصك تعرف تشريها. راك عارف من نشريها زبدة مغربية رخيصة وفيها شي بن وشي جودة تتحمق، كذلك حليب مغربي كمشي تشري مع الناس والله العظيم تشرب كاس واحد تشبع بوحدو ولا خبز معاه ما والو. فكاين عندنا واحد البلاصة وصلنا ليها. دابا من الناحية ديال الاستراتيجية هما ناس اللي قنوا المجتمع، ما خلاوش فراغ، عمروه بقوانين وعمروه بجمعيات وعطاو الجمعيات امكانيات وحاطين الاهتمامات، كسبوا الثقة. تخيل لما في امريكا كتمشي انت كتختار تشري السيجارة وتكمي، كيشري السيجارة وعاد يكمي، كيكمي 20 عام كيجي كونسير كيرفع دعوة على شركة ديال التبغ، قاضي كيأيد ليه الدعوة تيقول اسيدي استدرجوني انا كنت ضعيف في شخصيتي واستدرجوني بإشهار لان كنت انا كنقرا في واحد المدرسة حط فلقيت راسي اسيدي كنكمي، تيقول قاضي يا اسيدي عندك الحق وتيضربهم بضربة بضعيرة. بالك ف شوف كيفاش كيحمي المواطن واخا في اختياره الحر، ماشي واحد اللي يجبرو باش يكمل، ولكن القانون اليوم تيقول له يا سيدي عندك الحق، تقول يا سيدي انا في الكونسير هاد الشركة هادي ربحت على ظهري الملايين دابا انا تدعيها. قالوا حيت المقدار مسموح ندير فيه 40% ديال العصير و 60% الماء، ولكن علاش ما تكتبش اخويا 100% نكتار؟ وعلاش ما يديرش 100% نكتار شبه طبيعي؟ علاش كيحتالوا على الجملة؟ حيت هما في القانون شي في الشيمي النكتار لا فورمولا ديالي لي 40% ناتورال لا بيوري، يعني ديال هذيك التخليطه ديال الفواكه، و 60% ديال الماء كيصبح طبيعي، يعني تستعمل كلمه طبيعي. ولكن ملي كتجي انت كدير نسبه كدير 100% المغرب كيعرفوا يحسبوا ماشي بولاده، المغرب راه ولاد الماط. فملي كيشوف مغربي 100% بمعنى شديتي الفاكهه وعصرتيها وديتي ليه في الحك،
ومغاربه راه عارفين الذوق ديال الفاكهه اللي معصوره بيدهم، وعارفين الفاكهه اللي غيشربوا في كرطونه. ما المغربي عنده في المول حول ملي كيشري هذيك اللي مكتوبه فيها بنيله عصر الدار. مع العلم الا مشيتي لاوروبا ولقيتي 100% وكبيتيه في كاس غيخرج لك بحال ديال الدار. علاش؟ لانه هو خايف يكتب 100% وتمجي عليه جمعيه ديال المستهلكين وتقول ليه اسي المنتوج فلان فلاني اللي انت حطيتيه في بلاصه فلان فلانيه راه حنا مشينا وحللنا ولقينا فيه 70 ركه، هي محركه راسها وتستدعيه المحكمه وتنوب عليه وتقول لي تسحب المنتوج ديالك من 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 كذا وكذا. نعطيك مثال لعاب لعاب الاطفال، دابا شي واحد غيزعم يشتري لولادو بطبيعه الحال ساكن الفقراء بحال واش غنمشي نشري في عايشورا قشقاشه من شي من شي من شي مصيبه يا حي. انت ماك عارفه واش دايز عليها ليسونس واش مخليها. اغلب الالعاب ديال الاطفال اللي ولينا كنلقاو الان في السوق يعني اللي مداوله بزاف شنو؟ مالك؟ ماشي تخبارك في اوروبا ممنوع استيراد اللعاب من السويسرا؟ يعني فيها مواد سم. عام كليا يستورد اللعاب من الصين الاطفال. علاش؟ لانه الصباغه اللي غيصبغ بها تكون طبيعيه. يكون الصباغه اصلا من خيزو من بارما كيصبغوا لولادهم. شتي حتى لو ولدك في اوروبا شد واحد الطنطون ولا بدا يمص فيها غيمص على خيزو والبارما. يعني هذيك الصباغه طبيعيه ناتورال. المهم حاسبينه باش ما يدخلش ليه في المخ بنيفو وما يسرطوش. بمعنى شتي واخا ولدك كيطرطق اللعبه غطرطق بياس كبير ما تسرطليش وما تدخلش ليه النيفو. بالك حنا تشد لعبه ديال تعطيها لولدك غيفرتتها في البلاصه غتولي جاج غطيح ليه في عينه غربه تعميه. فرحتي هنا انا اختي مع هذه الجوده فين ما كانت انا معاها ونتمنى الخراب للشر الباطن ونتمنى الخراب. علاش؟ لان مسؤول هذاك المغربي مسكين كيتيق فيك ملي كيمشي مغربي على نيتو ما عارفش حيت رخيص وانت مخلط فيه مواد اللي تقدر تدير فيه الحساسيه ودير فيه مصايب وما عارفش مسكين هو شنو هو الكيمياء وما عارفش شنو الشيمياء وما عارف والو كيتيق فيك تيمشي كيغسل يدو حتى واحد النهار تيجي كيلقى يدو مشقين واش طرا فيهم ولا المرا. حنا كنبيعو كنديرو الاشهار ديال ديك المواد اللي كتبيض الوجه تخيل كريمات كتبيض الوجه هل اللي جاي من القوقاع هل اللي جاي من ما عارف منين داك الطالب ولا بلاكارت انتيديون ديالو يدخل لواحد الموقع ديروا ليه مثلا وزاره التعليم ولا شي جمعيه ويدخل مجانا كلا الاولى. ثانيا قلت لها خصو يربح شي حاجه بحال دابا كاع اللعاب في الريزو في الدخول مجانا تلعب فيهم وتيربحوا الوليد الفلوس يعني ما كيصلح المستوى كيبيعوا في واحد لابورس وكيجي واحد وكيشري من عند ولدنا واحد الافاتار اللي ما خسر عليه ولا غير في الوقت ويدغيا يربح شي حاجه. شتي كتسمى ترونسفير سباتي. انا في 86 اشتغلت في الهوت لاين هذا سونت لابيل اللي دابا دايرين الشامبيونيو في المغرب. في 86 مايكروسوفت حلت واحد وهادي التفعيل ديالو بقوه في 86 جاو الجامعات والمدارس وكيطلبوا شكون اللي يجي يخدم من 97 الهوت لاين اللي كنسموه الهوت لاين يعني الشغل ما كتسكتش من الطياط. اش من تعليمات غيعطيهم لكم سواء عنده الرخصة لا ليسونس ديال منتوج مايكروسوفت ولا ما عندوش الرخصة جاوبوه. فكانوا عاطينا تعليمات ملي تنطابيو السمية ديال الشخص ونطابيو النمو السري كيطلع عليك وفر ديالنا قال لهم تأكدوا بأنه مع المدرب اللي غيولي ماشي هاكرز ما يبقاش يبيراتي المنتوج غيشري. حنا هذه المعلومة حيرتنا بلي نعرفوا مقدار المصداقية ديالها. فمن كل سنة كنطلبوا لمكتب الإحصائيات تنقول لهم الله يخليكم واش عندكم لي ستاتيستيك شحال من واحد كان بيراطا ورجع فدان. لقاو النسبة كل سنة كترتفع من المستعملين اللي كانوا كيشريوهم بيراطي المنتوج ديالهم كيولي كيشري رخصة. لاحظتي علاش؟ لأن قدموا ليه مجانيا اكسي وروج للخدمات وهو ما في شي عندهم في لافياتور راه ما مخلص راه ما شاريش. قال لك اسيدي ما شغلكمش في هذه الاستراتيجيه، حنا شغلنا حنا بغيناه
يشوفوا المنتوج. ف حتى واحد الحاجه سميتها الشفافيه، واحد الحاجه سميتها الانسانيه، واخا هي ديمقراطيه شبه ديمقراطيه ولكن هي فيها واحد المؤاخذه بشكل انساني. ملي حنا كنضروا من واحد المنتوج تيوقع المحنه تسمم، ولا تيمشي الانسان المستعجلات، ولا قدر الله يستر تيموت، عاد كنمشي واحد المنتوج ونزلوا عليه. اما ملي تتمشي تشري واحد التقشيره، حنا المغاربه كنفضلوا دائما المنتوج الاجنبي على المنتوج الوطني. تكلمنا على الناحيه ديال الجوده، جوده الاستقامه، العامل الثاني الاستقامه. هو عندهم اغلبيه الناس ملي تيكون تيخدم المنتوج ديالو تخيل واحد 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 الاشهار بلا ما نسميه في احدى القنوات الاوروبيه، تيمشيو بالكاميرا كيصوروا في واحد الفيرون، و تيهزو في واحد الكاميو، و تيتبعو الكاميو، و تيديرو المسافة، تيديرو المسافة اللي قطع الكاميو من الفيرما اللوزي، تيكتبو المسافة، و تيقولو مكيتعداش 30 كيلومتر. تشوف الناس كيفاش كيعطيو الشفافية، و تيدخلو اللوزين بالكاميرا، و تيوريو الحليب نزل وش، و تيوريو في العشية داك السيد خرج من الخدمة و داز واحد المحل تجاري و شرا هداك المنتوج، وفي العشية تعطيه لولدو، وتيبينوا الأسرة جالسة الراجل والوليدات، والكاميرا كتمشي لعند الولد ديال الوليد كنبغي المواطن وكيبتسم بحال هكا. بداو مساكين هكا تيقولوا أستاذ وراه وقع شي خلل، قلت له جبد هذوك اللي عندك كاملين، قلت له خويا كدرت الحريات، قلت له تقطع عندك كروك اللي عندهم دعموا بالساعة والساعتين في المحل، وقلنا المنتوج خصو يبقى مجمد في 7 ديال الدرجات، وتقطع الضو في الثلاجة ساعتين أبنت عمي. وحنا عندنا المغرب سخون كيهاو كرة تغوت لك المصران، ملي غاتمشي عندو تقول لي ضرر المنتوج ديالك خيخسر عليك. شوف التيكيت ياك خويا طريق الصلاحية هي، ولكن واش تكتب محافظ على البرودة اللي خص يكون فيها؟ شحال من واحد كتلقى تلاجة وطافية في الليل، والمنتوج ما خصوش يطفى تلاجة، والصبح يجي يشعل تلاجة، فين هي المصالح؟ نفتشو الناس، غاتفتشهم في فمك ولا في المختبر، وحدة في جوج. يا اما المفتش خصو ياكل باش نيت يموت بالسم، يعرف اشنو غادي ياكل عباد الله، يا اما خصك مختبر امبولون. حنا ما كيزعمو ياكلو حيت عارفين السم كيدور في المنتوج، ما عندنا مختبر امبولون. مره كيتسمع واحد الحمله فين في البلايص اللي غيمشيو فيها السياح، لان حنا خايفين على الكاميرات ديال البراد ويمنع السياحه. اما مسكين المواطن ميت بالاسهال، طافي لك كوكتيل حاله في الاماء عباد الله، البكتيريا ولات عندنا في المغرب في مارك. عندنا انا تخيل دابا كتشوف واحد الناس انا كنسميهم المصحات، كيبيعوا على الله هذاك واحد البوميات راه كاينين في بزاف د الاحياء، ديما كيتربك واحد اللحم حاطه في واحد القميل وديما تيتربك، تيطيب من العشيه وتيطيب الصباح وهذا. وانا نمشي نسول هذاك السيد اللي تيبيعو، قلت له واش دابا؟ قال لي ديما تيطيب هذا، ديما تيطيب. بقيت كنشوف الناس كيشبك لك يقول نص كيهز نص خبز كيعمر لي في هذاك اللحم تيطيب اليوم وغدا كيزيد عليه لحم اخر تيطيب الغدا تيطيب الغدا تيطيب. اشنو دابا مساك قطع الناس؟ المناعه ديالهم ارتفعت ولاو مصاحبين مع ذاك البكتيريا اللي عندهم. يعني ما بقاش كيأثر ما بقاش والله انا وياك مريم ناخذوها معلقه معلقه ونمشيو ايرجونس. فرحتي مساكين دابا نشوف الجهاز ربي جابو الله عطاهم مناعه تياكل مسكين. هذاك السوسيس دابا اللي تيتشوى في شي بلايص بخا خنطه معاك تقتل ريحتو كتمشي تمش من ريحته انا لا ماشي بحال تنسخف لا هي ريحه ديالته بنينه كتجي بنينه راه عام خلقت خيطه ديال التحميره ودايرين لك شحيمات الجمل جا لاعبين فيها تما كيلعبوا على الذوق باش فين واش عرفنا اللحم الجوي ديالو شنو النسبه ديالها؟ كاين اللي لح العظومه عند شي جزار جا لاخو شرا العظومه مشدهم كرطهم ما عرفنا اللي خانز ما عرفنا اللي مبوض ما عرفنا والو كيتخلط بواحد الخلطه ودير ليه الحامض ودير ليه الزمر الكولورون وفي الاخر جيب على عباد الله هذاك المفتش يمشي يخرج وياكل هو قطيب هو يشدو يزلقو فمو ولا هزو ديال المختبر شتي ما حدنا حنا باقي ما عندناش واحد الحرص والمغاربه كيتيقوا في المنتوج ديالهم علاش كتشوف المغربي كيخرج كل نهار للسوق المغاربه ما كيتقداوش السيمانه راه غير هذوك مساكن الموظفين ديال لاكلاس موين اللي هما حاصلين مطلع الفوط مهبطوا لتحت جاو الوسط وحصلوا كيسموا لاكلاس موين هما الفقراء تيقول لك كلاس موين شي ولا كيقتلونا تيقول لك لا خصنا هذاك سميتو المقاصه يستافدوا منه غير الطبقه الفقيره ترى لا كلاس موين الفقيره ولا غني لان عندها 1000 درهم تقطع 3000 درهم اللي كتربح من عندها في القروضه فملي ملي واحد كيربح 7000 درهم ومشات ليه 6000 درهم مع القروضه باقي لي 1000 درهم انت ماشي فقير
انا حتى عند السكيزوفرينيا في التحليل تيقول لك لا كاين بحث 3000 درهم سير شوف نسبه ارتفاع القنود عنده سير شوف فكوا عباد الله بعدا من القنود وعاد دخل لهم الحواله انت مدرس ساكن مع قرض وجيب لي حولي غتولي فيرما شركه فشي ها فلاحظتي عندنا دائما حنا واحد فالمغربي واحد الانسان واعي كيقول لك انا نجمع شويه الفلوس ونمشي اخويا نشري حاجه اللي غنشري بياسة تصبر معايا عام غير يكون متاكد من متاكد من الجوده ديالها شنو كتعني هذا؟ كتعني ان الصانع وانا عندي معرفه ديال صناع المغاربه اللي الله دخل دابا دابا الاذاعه ودابا مع واحد المدير من هذيك المقاولات اللي هكا سولته قلت له شنو سبب النجاح ديالك في هذه الفتره الوزنيه اللي ربحتي؟ قال لي اخويا كان تهلا في الخدامه وما تيتهلاو ليا في الخدمه قال لي اخويا نعطيهم العيد نفرق الحمله بنفسي هي وقال لي نمشي نزورهم نعطيهم 100 ريال علاش حنا تخيل واحد مريض ما عندوش لاسيونس مرضي عندك عمو باه باقي ما لقاش يتيم من باه عنده عمو لاسيونس مرضي اوبليغاتوار فيك السكر تمشي عند 100 ريال تقول بغيت ندير الله يخليكم واحد لاسيونس ها فيك الدبلات لا سمح لينا جاك القلب لا وعلاش كل محتاج لي لاسيونس مرضي محتاج لها صحيح المريض علاه هما في اوروبا وفي الغرب كيديروا هاد السيليكسيون هادي يمكن تما عندهم اصلا ترفض واحد يمكن يدعيوها يديروا فيها حاله فلاحظتي وصلوا هما في الاشهار اللي هذه 10 سنين كانت في اوروبا ممنوع قانونيا لا بوبليسيتي كومباراتيف الاشهار بالمقارنه والتسميه كان ممنوع الشركات كان ممنوع قانونيا عرفتي شكون اللي جاهد فيه؟ ادوار لوكلير ادوار لوكلير هو الاول قال انا بغيت الديمقراطيه في الاتمنه المواطن حنا عندنا هنا شركات كيتفاهموا بعضياتهم كيديروا تراست ملي حنا دايرين اتفاقيه مع اوروبا نورمال هما عندهم لا اونتي تراست خاص تكون عندنا حنا لا اونتي تراست شنو هي لا اونتي تراست هي ممنوع جوج شركات يتفاهموا على المواطن حنا في المغرب عندنا مقاولات كيجلسوا بعضياتهم البي دي جي في ريستورا وفي لوطيل وفي برواتهم وتيقول لهم شوف دابا انت عندك هذه البلاصه ولا عندي البلاصه غنمشيو عند الحد وغادي نربحوا بعضياتنا وكذا 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 وكاين شي معروف كيكتبوه تيقول لك المقاولة الفنية اسس جمعية ولا اسس جمعية خيرية ولا اسس جمعية محل أمية اسس جمعية باش تحافظ على مصالحها لا شي واحد دعاهم لا شي واحد مشى يا كتقارن دابا الأتمية كتلقى بحال بحال ناقصين كلك سنتيم اش داروا خويا داروا لا اوتي تراست حطوها بها باش زعزعوا المقاولات الملتيناسيونال بحال مايكروسوفت زعزعتها اوروبا قالت لها تفتحي الكود للشركات عندي في اوروبا ولا نضربك بضريبه قالت لي نزعزعك ونحنات الراس مايكروسوفت قلت لها انا حل الكود قالت جوجل توريني فين كتستوكي المعلومات ولا نطحنك بالك والبرلمان الاوروبي صفق قال برافو الكوميسيون الاوروبيه برافو حنا تنحك السردين والحك ديال الطون اولا ما عرفتي واش الطون ولا غير الانشوبه كتشبه ليه يعني كاين واحد الحوت لا كيشبه الطون لي زونشوا لا 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 ماشي ماشي زونشوا لا شتي الطون كاين واحد الحوت لا الماكرو بوحدها الماكرو واحد الاسباس بوحدها شتي لا الطون كاين واحد الحوته اللي نحمي لها غوز وربي بحالو ما دقتي يشبه ليه ما هوش الطون ما هوش الطون تيشريوه بعض الصناع وتيسلخوا ليه الجلد ويرقدوه وتيحطوا فوق الحك الطون غريب يمشي ليا كل طون ما واكلش الطون كبرتي عليه علاش ما ديرش السميه ديك الحوته ولي هاد السميه هادي شتي لا فكاين اللي كي يستعمل سميه الزبده هو خادم بحاجه اخرى الزبده راه هي البقره اما حاجه اخرى هو الزيت ديال النخل ديال الاندونيزيا اللي قالوا اللي حسكوا كاع الغابه وردوها كلها نخل بالمي واش الزيت ديال النخل البالمي هو الزبده الحليب ما هوش وكيجي واحد تيكتب لك بير وخصو يجي يكتب ليا زمر قول لي شنو عندي فملي ولا المغربي والمستهلك الذكي كيفهم كيمشي يقرا في الانترنت وتيتبع وكذا علاش الناس دابا ولات عندنا نسبه الاوبيزيتي في المغرب هذاك ترتفع لان عندنا لي زاسيد غرانو ساتوري كثروا في الماكله شنو هما هاد لي زاسيد غرانو ساتوري شنو هما هاد المصيبه هادي هما واحد الدهون اصطناعيه ماشي دهون طبيعيه على حنا والدينا وجدودنا ما كانوش كيغلفوا في الشحمه بيديهم بالكيلوات كنت علاش شحمه طبيعيه على لي زينويت الشعوب ديال القطب الشمالي عرفتي الدهون الكبيره ولا هما كاين عندهم هو الرقيق فهمت ولكن كاين هو الرقيق هما عندهم 100 الفوق
ما كيمرضوش بالامراض كاردوفاسكولار، دابا عجيب ها، كلهم غلط لكن غير 100 كيلو فوق، ولكن ما فيهمش مرض الشرايين وما عندهمش امراض كاردوفاسكولار. وهادشي راه سيونتيفيكمون بروفي، راه ماشي كندوي على معلومه هكا. الناس اللي في السيونس راه يمشيو يبحثوا عارفين هاد المعلومه هادي. اشنو لقاو؟ لقاو هادوك الناس كياكلوا شحمه طبيعيه، تياكلوا لذا بحال ديال الحيوانات طبيعي، فالجسم ديالهم غلط. حنا كتلقى الدري وليدك في 7 سنين كيلعود، في 12 عام تيولي مسكين الدري ولا البنت قدوك. علاش؟ لان هذوك الدهون اللي تستعمل في المنتوجات، كاين عندنا شي منتوج اخر بحال دابا واحد البرودوي والله عنه عليه ممنوع ديريفي دي بلاستيك. في اوروبا دارت حمله اشهاريه غير مختبر ديكلارا قال هذا البرودوي عنده خطوره كيشكل على المراه الحامل ما خصوش. تخيل ليست ديال المنتوجات كامله تحطت في الانترنت، المختبر على نهار اثنين ثلاث ليست كامله. فالسيده اللي حامل كتدخل لهذاك الموقع كتلقى ما تاخذيش هذا ما تاخذيش، ومشاو الصناع ديريكتومون داروا ريبورتاج قالوا حنا راه بدلنا بهذا البرودوي بهذا ورحنا درنا والحمد لله. راحت الكومونيكاسيون كلشي خايف على راسو. حنا تا قلت لك يموت الواحد ولا طيح في شركات كيبيعوا لي كلاص، شركات كيبيعوا لي كلاص، عارفين شنو جمد البيض، عارفين كيفاش ترونسبور. تخيل لاكلاص داب وعاود جمد وعذاب وعاود جمد وصل عندك انت تاكلو، هو راه داب وتجمد اربع نوبات. واش عارف الخطوره اللي كيشكلها من منتوج مجمد وداب وعاود يتجمد وذوب؟ عرفتي لي بكتيري سورتو تما دي برودوي نيتي وهذا. فاش تي عارف اختي من هذا الباب هذا الجودة اختي نقلب عليها واخا تكون في المريخ، واخا نعرف نصوم ونمشي المنتوج، انا خايف على صحتي وعلى راس مالنا وراس المغاربه وحايف على صحة ولادي. دابا عاد غنوصلوا للباب الثاني مع الفاصل ان شاء الله، اللي هو الغيره الثقافيه وننافسوا تحنا بالجوده المنتوج ديالنا، منتوج ديال الناس اخرين. ارقام الهاتفية راه الاشاره ديالكم هي 05 22 46 52 51 52 و 05 22 43 00 09. كذلك يمكن لكم توصلوا معنا عبر الاس ام اس طريقه سهله، كتكتبوا كلمه ماد ام او دي كتخليو فراغ كتبعثوا التساؤل ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 درهم مع احتساب الرسوم. غنشوفوا مصطفى مدينة طنجة لو سمحتي بروفيسور مصطفى. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور لاباس عليك. مرحبا سيدي مصطفى، مرحبا شريف. دكتور ما غاديش نوفي في حقك وهنا نقول الله يخليك لينا والله يكثر مثالك. الله يطول عمرك خويا. والله الله الله يشد لينا فيك. الله يطول عمرك الله يوفيك خويا. اللي بغيت نقول استاذ انت حزيني شردي حطي من الموضوع من كاع النواحي ديالو. هذوك الناس اللي على برا عندهم اللب ديال السياسه ديالهم هو بنادم. يعني وعندهم يعني جمعية المستهلكين قوية فيها ناس عندهم غيرة على البلاد ديالهم على المواطن وعلى بنادم على الإنسان كائن حي. حنا طونكو باقي ما وصلنا لذاك لو نيفو ما غاديش ما غاديش تا السياسة ما تصدق تا حاجة لا ثقافيا ولا استهلاكيا ولا صناعيا ولا تا حاجة تا حاجة تا حاجة. دونك ما حطيناش بنادم هو اللب كل شيء عليه داير كل شيء ما غادي نزيد تا حاجة. والمالور هو أننا كانت أونجاجا دابا في التجارة العالمية وكنسمحوا يعني باش نتبادلوا معاهم ونكونوا في النيفو ديالهم، ولكن حنا ما واصلينش للنيفو ديالهم. لا حول ولا قوة. غادي نجيبوها في روسنا. صح. وناكلوا العصا. اللهم خصنا نبادروا. أولا أنا عندي قراءة أخرى أستاذ لو سمحتي، أولا راه بالفضل ديال هذا التدافع، لأن الله سبحانه وتعالى ما يخليش عباده. المؤمنين المسلمين عباد الرحمن. حاشا حاشا. فالله سبحانه وتعالى كيدير الأسباب باش يحرك هذوك العقول المتحجرة واحد الظالمين باش يحركهم، جاب لهم من برا لأنهم كيخافوا من برا، جاب لهم من برا قال لهم والله دابا أنا غنهيكم مع هادو باش أنتم باش حنا نسلكوا هنا. شتي فدابا أنا فرحت مني سنة المغرب ليزاكورديكات سنة مراكش كنت هنا في أوروبا فرحت، لأن تما عرفت. تخيل كانت واحد الطنجة، كنت جيت غير زيارة للمغرب، كنت باقي ما دخلتش المغرب في هذاك الوقت، جيت نشري واحد البونجا فوق من هذيك الحلفة. هو يقول لي قالت لي هذيك السنة في لاكاس 65 درهم. ونقول لها أويلي أنتم تتبيعوا هذه في الدار مثلا 65 درهم؟ قالت لها مالها أوتوماتيك بونجا فوق من، وفي خبارك البونجا كيتصدر من الأدمة راه في البحر.
هذاك القانون اللي كيرجع باش نحكم به المهم راه كاين في تونس في واحد المنطقه بحريه في تونس عافوا بالماء ديالنا تيهزوا منو يصيفطوا لنا بحال اركان دابا حنا عندنا اركان كيسوى عندنا حنايا دابا هنايا والو تخيل كتمشي تشري كريم 500 درهم 600 درهم صلحوا لنا داكشي كوزميتيك وتخيل ما دايرينش فيه 10% الاركان ما كايناش وحنا هنا المنتوج ديالنا اللب ديالنا ها هي الدول الافريقيه كتصدر المنتوجات ديال الهبال ديال التجميل وما كاينش شي مختبر مغربي مشى لافريقيا جابها كيستوردها من اوروبا ما عندوش الكتاف يمشي لبنا ولا يمشي لزامبيا ولا يمشي ويجيبها ويقول لك وديها هو منتوج شنو خصنا؟ خصنا دي سيرتيفيكاسيون خصنا مختبرات اللي تكون مستقله على المقاولات والمغربي كيثيق في العلم اللي كيسمع علاش هذيك النهار ضربت في هذيك المصطلح ديال الدراسات العلميه الدراسات العلميه لان المغاربه كيثيقوا في هذا المصطلح العلمي فملي كيسمع هو مختبر علمي شنو خص؟ خص هذيك الدراسه تحط في الانترنت باش يمكن اي مغربي يتيشارجيها وعندو حبابو في امريكا ولا في جابون ولا يصيفطها لي باغ ايميل يقول حبك شوف ليها التحليله واش هي هذي شي مغادي نعاودو المعلومه تحط لينا هكا مجانيا سير اخويا شوف راه كاينه تما سير المعلومه راه كاينه تما والمواطن شقات ليه قال هذاك الشركه كتعلم بانه المنتوج ديالها في واحد المختبر اياه مشي تيشارجي يا جمعيه يا مواطن الحمد لله شيء اللي فرحت في الدستور الجديد انه كاين واحد الفصل اللي كيجعل اي مواطن يرفع دعوى ضد المؤسسه وينصب راسو طرف شتي هادي ملي شتا في الدستور عرفت انا المغرب غادي الواحد فانا بغيت نقول هذا الاستاذ بان عرفت القراءه والقراءه ديال الحضور الغربي والحضور ديال القوي صيغه التدافع باش المقاوله المغربيه والمقاوله المغاربيه العربيه ليما تشمر وتنافس هذيك المقاولة المغربية اللي داوي مع المولي ديالها الله يحفظه وكتنتالو تخيل جاو عنده رؤوس أموال من أوروبا تيعرضوا عليه يتشاركوا معاه 30% وتيشرو منه 30% بالملايين قلت ليه دخلك الله واش حسيت قال لي خويا اقسم لك بالله قال لي فرحت قال لي واحد الفرحة لأني قال لي بدينا مقاولة عائلية قال لي وصلنا حتى ولاو خمسة ديال لي فون ديال ميسيسمون قال لي كيدقوا علينا يخرج الأول يدخل الثاني باش وصل لها باش الجودة شوف الصناعة التقليدية تخبارك اللي ماروكينغي كاع الصناع دو لوكس ديال هاد السيكة اللي كتقول نتوما لالياتي وهاد السنيطات وهادشي تخبارك انت عمري رانا نقري في مراكين راه الصناعة المغربية ولكن شو الحزن انا ما تيسنيش محمد وعلي تيسني سان بيترزبرغ علاش بنت عمي صناعة مغربية خدمها حسين خدمها علي خدمها محمد وتيمشي واحد يخلصوا فيها ويحيد ليه سميته تخيل كون خليو السميه ديال محمد وتبان له قريف محمد قريف حسين دابا علاش هما كيقولوا ماروكينري وكيديروا السميه ديالهم ديال بغينا نسميو نطقوا هذا كيديروا السميه ديال هذاك الفرنسي ولا لانه ما خاصش يخليك تنافسوا في برودوي دو لوكس ما المهم انه اللي سوطراتي عندنا حنا اخبارك الالكترونيك دافياسيون ديال الطائرات كتصنع في المغرب اللي صرحوا بها وعمشروا بها هما الامريكا نزلوا بها راه ما قالوا حتى هضروا الامريكا الامريكا هما اللي قالوا الالكترونيك ديالنا كتخدم في المغرب علاش لان لقاو ولادنا وبناتنا في الالكترونيك وادق من الشينوا يعني في ليبيسور ديال السودور كيمشي بها مقاده وسط السيليكون واقيلا في بلايص في الشمال كيمشي بها مقاده يعني افورس ديال لوجي الكتريك كيدوز وسط لاكارت مير الا ما كانش ليبيسور ديال السودور غادي يبقى يدا في واحد البلاصه كتقطع كتحرم لاكارت مير القانون الغربي كيديروا الجوده يعني علاش لانه باه حرفي كان كيخدم بالمبرد وكيتباهى بعينه شوف الصناعه الحرفيه واش ما كتشوفش لانه يدو فمو عينه مع المنتوج يعني الغرة طالع عليه وجهه وعويناتو شوف القباص تيبقى خدام بيدو راسو مقلوب تا دابا ولا واحد يجي يشري بلاكه ويلصقها على البلاكه لاصقه بحال هذاك اللي يحفرها في القبص وغادي معاه يجي بحال شتيك وقدرنا انا قلت له واحد النهار وهنا كنعلي لها الحبه شكرا اخت مريم وفضيلة الدكتور ديبي يعني حتى هذا هو التلقاب اللي كان مطلوب وكنظن انه ما بقاش بزاف ممكن نشوفوا بزاف غير بلاستيك شتي عارف اختي بالنسبه للمنتوج انا كنشري بزاف المنتوج من عند حبيبي الشلوح تخيل بالغا الشلوح باقي عندي دابا عندها 7 سنين التحت ديالها دايرين لها طرف ديال البلو تخيل البلو
خدمينا سميلة مخيرة، علاش نضيعها؟ لأنه بنو بعدا كتلصق فيها في الجبل ما كتزلقش، والجلد الفوقاني عرفتي كي مخدوم خيط واحد الخياطة ومفرشين واحد ثلاث فريشات، كان الحال سخون كتهبط ليها الفم ديالها، كان الحال بارد وبغيتي تمشي خلفها خفيف كطلع القدم كتولي زبرديلة. باقي دابا عندي كندير بها الرياضة عرفتي شي خلفات كبيرة ودت الفن، مش حيل تيبي بها مساكن شحال هي هذا الجيوية، وجيب لي انت شي وزين ديال الشلوى يطلع بحال الجلاب ديالو يلاه. ممكنش تخيل الصوفا كي مخدومة حريه كتبان لك لحمك تيبان، تخيل لحمك تيبان خاصك تدخل في القصبة. تخيل ملي كتمشي تشري البلغة عند الفاس، شتي العلمة الجلدة كي قلبها لك هكا كيطلع كتغير الجلد ما كيطرطقش، يعني مخدوم الجلد تكون لي حي، هو ميت وصبح حي. شتي إلا مشينا استلهمنا من جدودنا من الصناعة التقليدية وما نخليوهاش غير السياح، جا واحد الشركة باغا تخدم معانا هنايا نقول لها خليك السنياتير، واحد السمسار اللي منبر في امريكا رغم ان سمح لي قطعتك بهم ان البلغة المغربية راها حتى هي ولات الشيء اللي كيصوبوها وداك الشيء ولكن الجودة خصنا نحفظوا على المنتوج. تخيل ان الجمعية المستهلك هاد لافير ماشي تالت الحب ديالي الانسانية، بقيت كنقول شوف واحد ان بانتر رسام استرالي انديجين من هذوك المواطنين الاصليين ديال استراليا عايش في واحد البلاصه روكولي وكيمشي لواحد البيتي فيلاج تما واحد القريه وكيرسم تيرسم لوحات، كيجي واحد لامبافير امريكان سايح تما شرا عندو لوحات بثمن بخس والو يعني ماشي دولارات، داهم عرضهم في ديكالوري تباعو باتمام باهظه. كتجي واحد الصحفية كتبع الاستوار ديال درت معايا استجمام قالت لي هاد الطابلو هذا قالها شريته ولا عنده واحد رسام كذا وكذا، بقات كتبحث حتى وصلت لعند هذيك البلاصة اللي فيها داك الرسام، قالت لي ساكن فواحد البريك هاد العود ما عندهم لا ما ناس ما حنا بحالهم مش ما عندهم والو، والطابلوات كيتباعوا في امريكا بالملايين، رجعت لبلادها وكتبات على هذاك المنظفه قالت لي ما حشمتيش شري الطابلو من عند الناس في هذيك البلاصه وهذاك السيد ما عنده وانت تتبيع الملايين كذا وكذا. جات جمعيه اللي تدافع على الثقافه ديال الزنديجان رفعت دعوه عليه، تخيلت كيتم هذاك السيد في هذيك البلاصه في الاسترالي ما عليه ما والو، كيتم جاي واحد الشيك للتعويض فيه الملايين، دخل هذيك القريه دخل لهم الماء ودخل لهم الضوء ومساكن شري واحد الموطور تيركب عليه ولادو وغادي كيدور في الصحاري تما. واش دابا شي واحد جا هو مسكين ساخي بالمنتوج ديالو؟ دابا حنا كتجي مقاوله كتبيع لوكس كتبيع المنتوج ديالنا في اوروبا تيتباع بالملايين كيتضرب الثمن في الملايين اكثر، علاش ما نخليوش السميه ديال هذاك المعلم دار تما وشاط عليه ولا دو سميتو دير انت لا مارك ديالك فوق دير لا كريف ديالك، وانا كاين صنع المغرب وندير سميه هذاك السيد محمد ولا اليمنى ولا ندير سميه ديال الشخص باش هو هذاك الشخص على الاقل نخلي ليه ريفيرونسيال، ما تسماش هومير ويدي رحمه الله كان هو اي وكان كيستعمل هذا التيرم هومير. واحد النهار نسولو قلت له وين قلت له واش جهد كلمه هومير؟ قال لي ولدي هذوك الناس اللي كيهزوا في الدوكار عندنا في مرسى قال لي عندهم غير كتاف اللي غلاب وجسم قاعق، قال لي بحال داك الهومار هذاك الكوفيت هذاك الكبير عرفتي عنده واحد بال قال لي غلاض اللي كيهزوا الصنادق فوق كتافو كيهزوا القنطر ديال الجمح قال لي عنده الدرا غلاض ولكن ما مساكن مزيان كلش مزيان وضعاف عنده راسو جسم نحيف ولكن الدراع ديال غوريلا. قال لي هذاك ولدي هذاك هو التجسيد المصطلح اللي بان لي هو هومار ولا هومار، قال لي درتو بالدارجة هومير. فدابا حنايا ولا لوفري اللي كيتقن هومير وكيجي واحد يدي المنتوج كامل اللي زعما هو رسمي عارفو قاسناتو وحنا في الحاله تنصفقوا وفي خبار كيتبعوا بهادشي مزال تيقول لك لو ماروك اي ان بري بي كي سوتر كي ريسوا لا سوتريتونس وكيتبعها بها قالك بعض الوزاره. انا كندب انا نمشي لاوروبا نحشم نقول لهم نقول لهم شحال كيتخلص علينا ولي عندنا شحال جي نقول له واش عندك الميتيال واش عندك لا روتريت وغير اللي تحفى عليه يدو ولا يعمى عليه عينو غيعرفوا شي واحد عندك الفري كان مسكين خازن شي حاجه اللي ديال باش ياكل ما خازنش الله كريم الدم. نشوفوا مكالمه من فاس معنا ياسير مريم من مكناس الحاجه امينه من الدار البيضاء وسعاد من تطوان. ياسير مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
شكرا دكتور مبارك وشكرا لنا مريم. الله يخليك سي ياسر. شكرا لكم. الله يخليكم لينا حبيبي. الله يخليك. الله يبارك فيك. انا جو فولي انتيراجيغ افيك فو كونسيرنون هاد لو سوجي باسكو شوي ود الحرفه اون فيت. الله يبارك. دونك فوالا شوي كاليتيسيان شوي اوديتور في 2001. الله يبارك. واش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت شاهد شي كتشوف لك شي باين. انا كنقول لك بعد الهضره ونجي لي لارم زيو بارابور ا سكو جو فوا اي كومون سا سباس هنا في المغرب. راه زعما راه والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. واش الناس ما كيقدروش يديروا حتى خدمتهم كوريكتومون؟ يلا حنا دابا ملي كنهضر لك انا شي اوديتور في ايزوناف ميل ان، عرفتي شنو كتعني ايزوناف ميل ان؟ لا ساتيسفاكسيون كليون. سيرتيفيكيون كون ساتيسفي وديري غير خدمته كوريكتومون لا بلوس لا اقل لا اكثر. خمس سنين هذا الشيء صافي. بحال شي تيقرا هذه المعطيه اللي قرا ديالنا مزيان صافي. ما تهضر معايا لا الضحك ولا هذه ولا كذا ولا كذا. حنا والله العظيم الى بعاد كل البعد كل البعد زعما بنينا وبنينا خير الخير والاحسان. وهذا الشيء راه صافي ماضو كا الا كنا كنقولوا هادشي راه باسكو كنبغي المغرب. والله يا ودي هادشي كنقولوا باش نضمروا شي حاجه بغينا يزيد لقدام. انا نعطيكم دي زيكزومبل. حنا خلينا من لي برودوي وهذاك الشيء باسكو كاين لو كان ديغيغ. وحنا نمشيو وحنا في الطرح بان الناس خصهم يخليونا مارش. واش تعرف شنو كاليتي سيرفيس ان الانسان انه يدخل المكازان ولا تمشي لشي بنكه ولا تمشي لشي شركه الناس يبتسم لك في وجهك؟ اوبليغاسيون بصح لا كاب. واش انا الصباح كنعيط لا بونك ديالي لا كاب ديالي غادي تاكسبيرا عند سميتو كنلقى عندي في لا كاب مسكت غير بوحده وكامل كي يتفرملو كامل كنخلصهم. واش ملي كنقول لهم ما كيوصلونيش ما كيوصلونيش لغير البيت كونت ديالي تيقول لي نو كيقول لك كومون تفشي ما راه حنا عندنا ان بروبليم دادغيس. كنقول لك كيكون انا ديبيتور وكيوصل لي الكوغي الله يخليك سير عمرنا الكون ديالك ولا غادي وغادي نبداو نكريسيو فيك. هذيك لا هذيك كتوصل. دونك انا ما عرفتش شنو غادي نقول لك. والله جيبوا لي جيت انا غير نبرد شويه وصافي. والله الا سي دوماج. انا نقول لك واحد القضيه. انا دابا كنهضر معاكم وديس كنتسناكم وفني في واحد الريزو بروفيسيونيل ما غاديش نفنيه وفني كومون دير اون ديسكسيون تيقول لك غاف. اسمح لي انا كنقول كاليتي دو لوجمون لا مارشي توتال. لا حول ولا قوه الا بالله. والعنوان ديال الارتيكل قال لك غاف سون لي زوكيبون دو لوجمون او ماروك qui peuvent se dire pleinement satisfaits de la qualité de leurs habitations. Ça, c'est ça. Donc, الله يسهل امركم كامل. انا جاي انا كنشوف هاد الشباب والشابات انا كنحب بزاف نتعامل معاهم لان كتشوف فيه حب البلاد في عينه وفي دمه. تخيل هذيك ال 100 ستاندار كتغدى جالسه مسكينه تما حدا ستاندار باش ما تعطلش عليكم. الله يسهل امركم. تدعي معاها الله يسر لها امرها. شكرا بنتي مرحبا. اول سؤال الله يخليك بغيت نقول لك الا بغينا دابا لقينا مثلا انا واحد الخطره شريت بك هي الفرماج لما قلت اسم المنتوج الى الفرماج. عرفتي عرفتي خليها هذا عرفتي خليها مخبيه واخا لقيت وحده كحله زيد الله يرحمها. عندنا التاريخ الصلاحيه مازال كاين. هاني قلنا دير فين انا مثلا كمواطنه عاديه فين غادي نمشي؟ انا قلت لك شدرت غاتمشي لعند المدير تاع هذيك المقاوله وغتقول له كولي معايا غادي نعرف تبدا خويا. نمشي انت الاصل ديال المقاوله انت تبارك الله عليك. انا جناوي انا كنتش جناوي عزيز شحال حدي راه كل حاجه مغلطه عليه. لا ما تعايريش لا كليها ليه. كاينين جمعيين كاين حمايه الوجهين ليك. شتي عرفتي شتي هو الخطا العالم كله كيعيش الخطا ضروري. ما عمر شي مقاوله هي شركه كبيره في امريكا ولا في اوروبا تتصنع السياره كتلقى كتلقى فيها خطا في الفراميل تيعنوا عليها في الاعلام تيقولوا واحد السيارات كذا وكذا ترجع للكراج وكذا. دابا حنا اللي كنلوموا فيه بعض الناس في المغرب هو ملي يجيه الاخبار بانه وقع خطا
كيبداو يخافوا المقاول يقول لك يستغل الكونكورون انا علنت على المنتوج ديالي في خطا. هذا هو اللي حنايا هذه منين جايه؟ جايه من البنيه الباغانويا، حيت حنا هذا العرب العربي الجاهل مسكين جار معاه الباغانويا من قدس، جار معاه الهستيريا من قدس. فعندك جوج انواع رد الافعال. رد الفعل ديال الهستيريك هو غادي يبدا يتحير ويجذب، ورد الفعل الباغانويا غيسبيها فيك انت، غيقول لك انت اخو انت اش من انا انت. شوفوا اغلب الناس غيمشي على مول بيسري غيقول له انت اللي عطيتي لي هذا، انت اللي عطيتي برغم ان مول بيسري راه من الاخر حتى هو شاري. شتي دابا حنا في المغرب عندنا واحد الحارس مثلا تخلص بنيتي، شتي الاداره المغربيه هذه هي القوه ديالها، كتراسي المنتوج اللي داخل من برا حتى وصل للسوق كتعرفوا براسي، عند الديوانه عند الكونسيست براسي شتي يعرفوه براسي، وليتي تصنع في المغرب تاهو تراسي. دابا شتي شنو تيطرا في الترويج في الوسط تما فين عندنا لافاي. دابا حنا اللي كيصنع وتيفرق معروف الوزير مرخصين اللي مقادين شغلو، كيجي واحد كيشري من عند الوزير كياخذ فاكتور من عنده وكيمشي يحطها في الكاميو ترونسبور باش الا وقفوا في الجدرميه ولا وقفوا في الديوانه في الطريق كيجبد هو الفاكتوره ويجبد شغله. ولكن اونتر طون في الوقيته اللي هو غادي راه داير في واحد البليصه مع واحد الصنايعي مهواش واحد المجرم، كيوصل هذاك الكاميو هذيك البلاصه وتيجي هذاك المنتوج اللي مهواش وكيدخل بثمن بخس وتيتضحك غيخسر السمعه لهذاك المنتوج اللي وصل في المغرب، والاخر راه واخد على يعني واخد الباسبور واخد الفاكتور غادي بها. فالمواطن هنا ملي غيطيح في المنتوج مهواش، اولا نديرو حنا حسن ظن بان المقاوله راه مصيله، حيت راه كاين القرصان الناس كيقلدوا المنتوج ديال لي مارك ماروكين، وحتى المنتوج المغربي حتى هو في وسط المغرب مقرصان. شركه مثلا كتصنع في المحمديه منتوج بمعايير بجوده هائله، وحده اخرى كتصنع في لسانسفا نفس المنتوج بجوده مهياش، وغدا كيتحطوا في الدار البيضاء في واحد ليطالاج نفس المونباناج نفس ليتيكيت. غير هذيك ديال المحمديه دايره الكود بار ومسجله في الباص الدولي ديالها، واخر ها مخربق الكود بار ولا ناقلو. المغربي المواطن اللي كنصحكم الله يخليكم دابا خصنا نرفعوا المستوى ديال المعامله ديالنا، ماشي نمشي نتعاير مع هذاك الشخص ولا المقاوله نتصل بها الاولى ونمشي بحسن نقول الله يخليكم واحد المنتوج كيشبه ديالكم، انا ما بغيتش نقول ديالكم، شتي خصنا نمشي في حسن نيه، ها الكود بار ديالو باش نصيفطو لكم بالايميل، نصوروا في التليفون ونصيفطو في الاس ام اس، كلشي عنده تليفون، نصور المنتوج الله يخليكم تحراو واش هذا المنتوج ديالكم ماشي منتوج. انا بمعرفتي المقاوله المغربيه تتغير على المنتوج ديالها، وكلشي المقاولات في المغرب عندها المحامين ديالها وعندها وسائل ديالها، بمجرد ما دير تحريات وتلقى المنتوج ماشي ديالها غتمشي لهذيك النقطه اللي كيتباع فيها المنتوج، غادي يمشي مع بعض القضائي غادي يحجز المنتوج قول لنا من جديه، الاخر يقول لنا واحد البلاصه من البلاصه الفلانيه غيمشيو معاه البلاصه الفلانيه. اما المواطن ما طلعش المعلومه، الى المواطن لاحظتي بحال هاد السيده مسكينه قالت لك انت درتيها وانا ما نقدرش ندير غنمشي نعايرو، حنا خصنا نوصلوا لمستوى الذكاء اننا نزيروهم، هذا هو صيغه التدافع، هذه هي لا تنازعوا وتفشلوا فتذهب ريحكم. انا المحور ديال المغاربه عارفين في التحليل وفي المعامله في الاعلاميه كنحمس ماشي كنهيج، انا غادي نحمس الهمام نربي العزيمه في الحباب باش ما نبقاوش نقولوا والله يهديهم، حيت الشيء اللي قلتي الله يهديهم غادي يدمر واحد اخرين، الا قلتي الله يلقيها لهم دعيتي فيه تقدر تكون دعوه مستجابه تعطبوا تقدر تكون مستجابه وغيطعنوا واحد اخرين. حنا بغينا نجيو الوسط ما نطرخاو ما ندعيو فيهم، ولكن شموا نوض قلب كي تسول الا درتها انا درتها مريمه دارها السيد الاخر دارها السيد الاخر، المغاربه غادي يدور المعلومه غادي يقول هذوك الناس اللي راه دخلوا الدار راه المغاربه اليامات راه جامعين شغلهم، غيولي هو مدخل المنتوج ديالو مزور كن وعي الله يخليك. هذا هو نعم غنديرو فاصل الموسيقي ومن بعد غادي نرجعو في استقبال المكالمة، بقية المكالمات اللي معنا الطلبة فاللي بغا يتواصل غادي راه يمكن لكم توصلوا مع ريهام، راه الاسم ديالها دانا عمر في الصفحة ديال الفيسبوك ديال البرنامج بكل وضوح، دانا عمر لكل الطلبة. إذا فنرجعو دائما للمرور ديالنا اللي كنتكلموا عليه هنا وعلاش حنا الله مشكورة يا رب علاش حنا المغاربة كنفضلوا المنتوج الأجنبي على المنتوج الوطني. معنا الحاجة أمينة من الدار البيضاء، الحاجة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
الاستاذ تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الشريفه مرحبا بزاف. الله يحفظكم الله ورسول الله وليداتنا. الله يخليك الشريف وقتك ما كنفوتوش. الله يخليك لله. الله يخليك الحفظ. الله يطول عمرك. احنا ماشي 10 كل اذاعه لا واحد فيها. انا غادي نقول مريمات كلوني نجيب واحد لاباريد كلوناج ونكلو. والله الا واحد لاباريد دوز كل الاذاعات. الله 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 نسمع غانا ونسمع هنا. الله 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 مرحبا اختي الحفظ مرحبا. نبغيكم بزاف. احبكم الله ورسوله الشريفه. الله يخليكم اختي. الله يهديكم. الله يشرف لي. الله يشرف لي اختي. بزاف وكنديروا بها. الله يخليك اختي. والله الا بنتي كانت شويه تعصب مع ولدها عنده 15 عام تنقول لها ديري ديري تتقول لي والله الا داكشي اللي كتقول لي كنديرو كنصدق نضربو ونجوي مع هذيك. حتى لله الفضل كيرجع الاستاذ انت راه العلماء انا مشيت غير القران حقيقه وتسلي اللي كنت في النهار اكثر من اختي انا كنبحث البقاري اللي ما عارفش كلمه ما فاهمش ولكن اللي كتوصلها السمع راه كل شيء فيها الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. المنتوج كان واحد شريت انا واحد الفانيل بلا ما نذكر اسمه وفيه واحد العصيه كان بكري كان شنو ديال الخارج كيبقى الدري مستعيا وفي الاخر كيلقى واحد المسكه ولا دابا المسكه ولا كتقطع هذيك هذيك الكره الا تلاحت لي في القصب الهوائي كي غنعودو غتبقى على صيو الدري صغير. وبالنسبه بزاف بحال دابا حنايا كنقولو نمشيو المتاجر الكبرى وناخذوا الياغور داكشي حشريناه من قريب الحانوت كناهم كيحيدوا البريس حتى هذوك القناهم تاهما كيحيدوا الضو يلاه حتى هما مع السبعه 10 كيحيدوا البريزات يلاه. من سول شي ناس خدامين قال لك لا العشرة كيطفوا الضو ديال ديال لي كونجيكتور. هادشي اللي قلت انا وقيلا انا هادشي علاش مشيت لهذاك المسؤول كنت تكون معايا هذاك هي الصحة ديالها كاينة سيدي بالنسبة قلتي لنا استاذ الناس كانوا ياكلوا الشحمة طبيعية ما كضرهمش كان ذاك الغلام ولا البقر كياكلوا كيسرحوا طبيعي دابا ولي عطاهم مزق الدجاج ذاك ديال سيكانين كيعلفوا به. حنا قدامنا في واحد الفيرما عندنا في مديونة قسما بالله لا شلنا ذاك الشيء بعينينا الحليب كيحلبوه ويزيدوا فيه الماء القاطع يا ربي السلام باش ما يخسرش فين غنطيقوا ملي ما كنطيقوش خونا مغربي ويعطينا ذاك الشيء لولادنا فين غنطيقوا ولا خايفين الله يرحمهم. لعنهم الله لعنهم الله وانا قسما بالله زعما ما نشكرش راسي ولدي عنده درعي هوايه هذاك الشيء كل حاجه من نفسه ما علينا حنا اكثريه كيخليها للعائله ملي كناخذوا الحليب البن كيزيدوا الناس في الماء كنقول ولدي زيد الماء تقول يلا وزيد الحليب. الله 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 فرحاته فرحاته وما دار الغنم تا واحد زعما عند جارنا دارو وجاب العلف الفول وداك الشيء. الله الله فرحاته فرحاته هنيئا له هنيئا له. فين غنطيقوا هذا خصك تشوف حتى تشي تشري الحليب البقر ولا هذا هو فين ما القاطع واش هذا دابا المغرب كيخربوا في وليداتنا. الله يبارك فيك هذوك الظالمين هذوك القياس ما واعيينش ما عارفينش كيخلط ويلوح لك وسير تا مرض ولا برك ولا هذا ما نخافو البيو ما كاينش ما كاينش في المغرب ما كاين عدوى. شكرا شكرا اختي على المشاركه ديالك. شكرا ليك على التدخل ديالك. مرحبا لله. غنشوفو الان سعاد من تطوان. سعاد مرحبا بك هنا. الو السلام عليكم. سعاد السلام في الراديو سمعينا التليفون باش نسمعوك مزيان. قدام حسن تفضل. الاحسن مرحبا بك سعاد. لاباسك انتوما؟ كلشي بخير؟ مرحبا اختي مرحبا تبارك الله شحال كلامهم حلو هاد الناس ديال الشمال ديال تطوان. عندكم كلامكم ملحن. كلام ديال هشام. كلام ديال هشام بصح. واحد هشام شاف هذه الحنه. انا بصح انا معكم راه حنا نسمع راه كنسافروا. حاجه واحده كنطلب منكم مريم حصلنا على جوده من الراديو. اهلا على الجوده ديال ميد راديو. ما تقدروش ما تقدروش ما تقدروش على الراديو ايوا ما النشط كيكون عندنا واخا كتنوض مخصصه ما نشبعش معاك كتكون كتنشط معاهم على يسير ملمية الحمد لله ومع البروفيسور ديالنا العزيز مع الجوده كتنوض كنتفاضوا مع بعضياتنا. الله يخليك يا سلام الله يخليك. شكرا اختي بارك الله فيك. كنستغنى عيطت على هاد المساله ديال الجوده والله العظيم يا ما تجيني واحد الغيره كبيره. انا كنا راه كنا ما نكذبش عليك. علاش؟ لان دابا كتبقى غير نعيد المسائل ديال الثمن كتقول المهم هذه دابا كتقول نساهم في المجتمع في المنتوج ديالنا يعني في المجتمع ديالنا حتى
من هذا كتشوف الثمن راه ما كاينش الفرق حتى ولا كان الفرق واحد الفرق بسيط وكتلقى الجوده دابا احسن بكثير من على هذا كيبقى فيك الحال وشوف غير دابا شي اضعف الا بشويه خاصي خاصي ولا شريت هاد هنا المشكل اللي كاينه كيخرجوا فغادا حتى داك شي برودوي ديال الماكله او شي حاجه كنظن ديك الدفعه الاولى وكتكون لا باس بها كتقول المره الثانيه لان كيفكروا عيف الربح لا حول ولا قوه هي 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 انا مقتنع راه كتربح مستربح ولكن ما فهمتش انا علاش ما واش كتجينا عدم الاستقامه في الله يهديهم هاد والله عدم الاستقامه فيهم راه حتى حنا في الميدان ديال هذا ما كيبقى فيك هو الخوا داك جاي في كل شيء ولكن كيبقى فيك الحال انا بعت شخصيا كيبقى فيا الحال كنمشي للسبان وهذا وناخذ كتسيب ديك الفلوس كتنزل والله اذا كتبكي عليهم ولكن ما عندك ما تعمل كتجيب ماشي او تجيب حاجه مزيانه والله الحاجه نصدقوا حتى كنصدقوا هذا رقه جديده إلا تغيرت على وليداتنا أو على خوتنا أو علينا أو هذا رقة جديدة لأن ما تغير اللون ديالها ما تغير أي حاجة لا من ناحية وكيبقى فيك الحال بزاف كتغير على بلادك ماشي باش نقولوا كل شيء كاين بعض المسائل باقا نحافظ على مسائلها ولكن نادرا دائما لا طونش الأولى راه كيظهر الشطارة ديالهم ومن بعد باش كيبغيو يربحوا كينقصوا الجودة أي حاجة كيبقى فينا الحال بزاف عكس شي قلت لكم الجودة المدرسية ما خصهاش يتوقف الله يخليك لا الحليب صافي من الحليب كيجي ديريكت من المستهلك. علاش وما منحقناش؟ لا منقدروش الله يعاونكم. شكرا لك سعد. شكرا لك. شكرا لك. ناخذ واخا المكالمه قبل ما لان غادي نمشي مفصل ما خصناش ننتظر بزاف من الايام من الدار البيضاء مرحبا بك. الو لالا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي الدريبي لاباس عليك. مرحبا اختي عزيزه بارك الله فيك. كنشكرك بزاف جزيل الشكر على المؤلمة. احنا خدامينكم. من نسالكم اسيدي. الله يخليكم لينا. يعني احنا فخورين بكم بزاف هذا الاذاعه. شكرا اختي شرف لي. كلها مصداقيه وكلها يعني ما كاينش داك لو ترافيك ما كاينش الحمد لله. عندنا شي باقي عندنا الامل في المغرب الحمد لله. الحمد لله اختي شكرا. الحمد لله شكرا شكرا لله. الحمد لله كما توصل الفرحه ديالي انني هضرت معك الحمد لله اختي الله يطول عمرك بارك الله فيك الحمد لله بارك الله فيك بارك الله فيك اون سكي كونسيرن هذا الموضوع يا سيدي يعني للاسف الشديد ولينا المنتوجات كاملين اللي في السوق اغلبيتهم زعما شنقول لك تخيك كامله فيهم مواد مسلطه فيهم كان بزاف ديال المسائل نخافوا على انفسنا على وليداتنا على ما شاء الله وصافي صح ما شاء الله سيدي صح صح وبغيت نتطرق يعني بغينا حلول لهذا الموضوع هذا يعني بغينا شي شي ناس مسؤولين يعني انا غادي نقول لهم واحد المقترح لعله وعسى كان كيتصنتوا بغوا يسمعوا انا غادي نقول واحد المقترح دابا من بعد الفاصل دابا اختي غنغيزو ونمشيو دابا ملي كيستمع لينا من مصر مرحبا بكل من دام لينا على بزاف 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 لانهم اهل العلم واهل الثقافه واهل الروح المرحه انا زرت مصر عديد المرات والشعب كنحبو بزاف لانه شعب صبار شعب ما كيبدع وسط الفقر كتلقى ناس فقراء في مقاهي شعبيه وكتلقى ملحين جالس في واحد القهوه شاعر كاتب يعني يا عيني عليك يا مصر يعني الله يحفظ لنا مصر ويحفظ لنا هذاك الامه تبارك الله بالنسبه للحل المستمعه قالت شنو الحل؟ ما ناخذوش عمر من اكادير مرحبا عمر من اكادير مرحبا بك السلام عليكم اولا كنشكر الدكتور لانه انا دابا في السياره من اكادير غادي للمعرض ديال الكنس جو با في باسي لو طون انا الله يعطيك الصحه شكرا هو يا شائك شكرا خويا شكرا توجيه للمواطن لا العادي لا اي واحد انا بغيت نغير واحد التدخل نعم خويا تفضل كنشتغل في الميدان الفلاحي تبارك الله بغيت نعطي معلومه بان الانتاج ديال المغرب ديال البواكر كيمشي في الصدر تقريبا 100% والحمد لله واحد الجوده عنده عاليه لا في الجوده ديال التكليف لا خاصه في زعما المبيدات يعني في الميدان ديال الفلاحي كان اي مبيد كنقول له لو دار ديالو لو ديلي افون ريكولت يعني كاين 10 ايام كاين 10 ايام كاين 15 90% ديال المنتج 100% ديال المنتج كيحترموا هذا لو ديلي يعني علاش؟ لان كاين ان كونترول الا مشى حتى واحد الكرتونه ديال الماتيشه مشات من اكادير دخلت لاوروبا تكونترولات نيجاتيف بوزيتيف بان فيها كاين شي ريزيدي لا ستاسيون كل هذه التيشيرت كتسد خويا عندي واحد السؤال لو سمحتي انا مزوجك الله يعطيك الصحه حدك الحمد لله في الفلاحه نعم سيدي انا عندي واحد السؤال نعم وعندي واحد المعلومه بغيتك تصحها ليا نعم دابا ملي كنمشي نشري انا الديسير نعم. عزيز عليا التفاح نعم
كنلقى التفاح اللي كاين في المغرب الفورمه ديالو زوين، خاصه داك التفاح الاحمر الفورمه ديالو زوينه واللون زوين والمذاق ديالو بطاطا ولا لفت. صافي معاك ما عندي ماشي دابا التفاح عندنا واش عندي هذه المعلومه اللي بغيتك تصحح لي اياها اخويا، انه كاين واحد الشركه المانيه كتصنع واحد لاباراي بحال واحد البيستولي اللي تيعطي المستوى ديال الحلاوه في الفواكه فبريكس. فعندي سؤال، واش المصدر المغربي تيقلب بهذاك لاباراي اللي حلو تيمشي مزيان برا واللي ناقص حلاوه ولكن كمارته زوينه كيدخلوا لينا حنا؟ غير واحد المعلومه علي التفاح، بالنسبه للتفاح لان التفاح خصو واحد البروده كبيره باش كيكون الجوده ديالو عاليه. حنا بالنسبه للمغرب التفاح كنستوردوه يعني ما عندناش الاكتفاء الذاتي. لا 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 كاين شركات دابا نعطيك مثال اخر، السويهله السويهله عاوتاني السويهله كاين الحلوه كتصدر دابا انا واش بالك شتي عارف اخويا واش حيت راه غادي حيت الناس ديال التجاره خصو يقلب يربح باي وجه كان. دابا انا غير هاد المعلومه بغيتك توضحها لي، واش كيعبروا السكر كيعبروا بهذيك الاله ونشوف الفخوي اللي هو فيه التنور ديال السكر يصيفطها لبرا اللي ناقص حيت المغربي مسكين غيشمها بنيفو ما يقدرش يبدا يطبع ما يقدرش يبدا يطبع. فوالا دكتور هذا هو الموضوع ديال الحديث، ان 100% ديال المنتوج المغربي اللي كيمشي للتصدير هو جوده عاليه روبليغاسيون ماشي بار شوا. يعني وحنا اللي عندنا الدخل فوالا. دابا باش نرجع لواحد الموضوع اللي هو خطير اللي هو باش نعاود نرجعوا للقضيه ديال الحلوى، هو المبيدات. المبيد دابا كاين واحد المجموعه ديال المبيدات اللي هي كونسيروجين. كلشي الانتاج اللي كاين عندنا في المغرب الداخلي اللي كيمشي للسوق الداخلي ما كاين ولا احترام للجوده. علاش؟ لان ما كاينش ان كونترول. دابا انا اذا مشيت شاد كرتونه ديال الماطيشه من اكادير اوروبا ولقاو فيها ديريجيدي لا ستاسيون كلها كتسد. لان علاش الكرتونه فيها اللولو وفيها الكود دو ستاسيون؟ يعني كنمشي للسوبر مارشي في اوروبا كيديروا دي زاناليز كيلقاو بان لوريجيدي داز ليدار ديالو اللي كيلعبوا ريكولت كتوقف لا ستاسيون. بينما الانتاج المغربي اللي كاين في المناطق كنسموا لا بريكسيون دو سيزون كاين الناس كيستعملوا ادويه على حضر الصيعات الصيعات المنتج كان كيداوي والطيور كيطيحهم اللي كيدوزوا فوق ذاك فوق ذاك العلو كيطيحهم كيموتوا. علاش؟ لان كاين دي برودوي كي سون توكسيك كاين دي برودوي كي سون انتردي ونيفو انترناسيونال. علاش كيتباعوا في المغرب؟ كنقولوا بان كيستعملوا الربيع ديال الزينه وكيستعملوا الاشجار غير المثمره وداك الشيء، ولكن المنتج ملي كيشوف عنده المرضى اي حاجه كانت عندنا واحد المشكله هذه 4 سنين واحد المرضى جديده في الوليدات بدات تتعب شويه واحد الحشره جاتنا كان الخضر والحمر. اشنو المنتج؟ المنتج اللي لقاها كيقولوا له راه مزيانه كيستعملها يعني السموم اللي هي انتيجين. انا كنستغل هذا المنبر هذا دكتور باش الناس ديال الاداره الناس ديال الاداره يتعاملوا مع المنتج المغربي كمنتج اوروبي. كما قلت واحد هذاك التعبير حنا كنخافوا من كنخافوا من التوريست كنخافوا من 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 الانتاج ديال الصدر، ولكن معنى عباد الله ان هناك يستعملوا فيه مواد اللي قاتله. كنشكرك على التدخل ديالك وكذا نرجعوا ثقه للمواطن المغربي في المنتوج ديالو. اقتراح اقتراح بسرعه حاليا المغرب كبر. ملي كان المارشي الكرو صغير في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا كينقف المسؤول الاداري في السوق وتيكونترولي السلعه تمنو كتخرج. دابا الدار البيضاء عندها مسالك كثيره كتدخل لها سلعه، خصنا نمشيو للاعلاميات، خاص المفتشين يكونوا اكيبي بدي تليفون دو ديرنيير جينيراسيون 3 جي ولا 4 جي، خاص الموزعين كاملين يكونوا ريفيرونسي في لي باز دو دوني، خاص لا سي جي ام الجروب مون ديال سوسيتي يتحرك في القطاعات ويقل منها من الناحيه ديال الاعلاميات يدار دي كودابار مالوكا اللي كاين شركات اللي يصيبهم بثمن رخيص. اون فوا الكونترولور كيخرج بهذيك لاباري 3 جي ولا 4 جي اولا بعدا غير تخاصابيليتي المنتوج كيلقاه في البلاصه ماشي ياخذ عينه ولا في البلاصه بالتصويره لاباس دوني كترد عليه في البلاصه. فشتي هذا العمل دابا حنا مازال كنديروا الكونترول ديال هذه 20 عام ما يمكنش تبقى غادي بالوتيره ديال 20 عام وانت دابا في 2013 خصك تمشي بالوتيره ديال 2030 شي خصنا نمشيو بلا فيتاس ديال 2030 حيت المارشي كيتحرك بسرعه. دابا دخل معنا الشينوا غيدخلوا بواحد الاحتيال صناعي خطير، دخلوا معنا دول اخرين اللي كيكرموا الشينوا بطبيعه الحال غيلعبوا بواحد التقنيات اللي غيبقاونا حنا شبه بدائيين ما عندناش لي زوتي. حنا ولاد ليزانجينيور المغاربه كيلعبوا انفورماتيك الاداره كتضل تهضر على هذا البروجي الكترونيك ما عرفنا ما شفتوش كنسمع عليه ما شفتوش
كاين واحد ثلاثه المواقع كامل تخفيني تقال ما فيهم والو. فخصنا دي سيرفور دي كلوستر ديروا اون جراب حطوطين في واحد البلاصه اللي يكون دي دي ايفي تكنيكي على الليمون يطلع لك لافورماسيون ودار لي باز دوني دار الجروبمون بار سيكتور ويمشي هذاك الكونترولور دي فورماسيون دو دانفورماتيك دو نيفو شي بحال اللي كاين عند هذوك الموزعين ديال الضو كيجي كياخذ لك المعلومه كيخرج لك الفاكتور في البلاصه كيعطيك الرشي في البلاصه ديالك ما بقاش نقدروا نديروا هذه الحلول ما غنحدوش 100% ولكن على الاقل وصلنا لواحد النسبه 70 80 غادي نقدروا نكونوا خوفنا وضيقنا الحل على الاخرين. كنشكرك بزاف بروفيسور مبارك على الكاتبه وبحال الناس والتحليل النفسي.